شارع لا يتجاوز طوله 5 أميال يتمتع بشهرة عالمية، وكل من يزور لاس فيغاس لابد له أن يقضي معظم وقته متجولاً فيه، إن لم يكن من أجل التسوق من الماركات الشهيرة أو من أجل رؤية المباني الشاهقة، فمن أجل اختيار أي ركن فيه للجلوس والاستمتاع بأصوات الموسيقى الصاخبة والتأمل في ألوان المصابيح المنيرة والزحام المستمر واصطدام المارة بعضهم ببعض وهم في حركة سريعة باتجاهات مختلفة. يوجد في ستريب ستريت أكثر من 40 كازينو وأشهر المنتجعات السياحية والفنادق العملاقة، كفندق باريس الذي عرف ببرج إيفل الذي يبلغ طوله 450 قدماً، وقوس النصر الشهير في فرنسا. أما واجهة الفندق فقد صممت كدار الأوبرا الفرنسية. Like it. It's fun. Definitely. يحوي هذا الشارع أفضل التصاميم المعمارية والفنادق، فهو ممتع ليلا ونهارا، ويجب على من يزوره أن يرتدي حذاء مريحا لأنه سيتمشى كثيرا، فكل جزء فيه يختلف عن الآخر بناء على طريقة رؤيتك للتفاصيل الكثيرة فيه. إنه فعلا رائع، يكفي أننا نستمتع بمشاهدة مختلف المعالم فيه. في الجهة الأخرى من الشارع يوجد فندق فينيسيا الذي يعتبر ثاني أكبر الفنادق في العالم، فهو يحتوي على أكثر من 4000 غرفة و3000 جناح. أما بالنسبة لتصميمه فهو عبارة عن إيطاليا مصغرة بكل معالمها كبلاط الدوق وساحة سان ماركو وجسر رياتلو الشهير في إيطاليا الذي تمر من تحته قوارب غاندولا. لا يوجد شيء يخطر في بال أي إنسان ولا يشاهده في ستريب ستريت، كل شيء فيه وجد لراحة الزائر، حتى أنه يوجد قطار سريع متكون من 5 أجزاء يسير على سكة حديد معلقة تربط بين فندق الأقصر الذي يضم معالم مصر الشهيرة وفندق إكسكاليبر الذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى السيف الأسطوري للملك البريطاني آرثر، حيث صمم الفندق على شكل قلاع القرون الوسطى التي كانت تشيد آنذاك في حالات الحروب والمعارك عندما كان يختفي المحاربون فيها كحماية لهم. من مدينة البندقية الإيطالية الشبيهة بالأصلية سننهي جولتنا وإياكم مشاهدينا في أحد أهم شوارع لاس فيغاس أو كما يسمونه بستريب ستريت التي تتنافس كافة الفنادق والمنتجعات لتكون الأجمل فيه والأكثر جذباً للسياح. لبرنامج العالم بعيون عراقية إيفون يوآش لاس فيغاس.